أعرف فتاة موريتانية طالبة، درست في ضواحي حوض الغربي في العيون خصوصا، وبعد ذلك تنقلت هنا. شاب موريتانيا تطمح لموريتانيا مزدهرة متوحدة ومتطورة. علمت بالمسابقة عن طريق المواقع التواصل في الفيسبوك، رأيت المنشور وقررت أن أشارك. شروط المسابقة كان العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 30، ونص لا يقل كلمة لا أكثر كلماتي 1000 كلمة، ترسل نص أو مقطع فيديو مقطع صوتي. موضوع أساسي للمسابقة كان موريتانيا التي نريدها، وعن حسب ذاك الموضوع كل حد يختار نص عنوان نص، هو نص كتبت له، والله فيديو ولا مقطع فيديو ولا مقطع صوتي، لابد من عنوان. وتتحدث عن موريتانيا التي نريدها، تختار أي موضوع اخترته. عن أنا اخترت نتكلم دير بصمة على التوحد والوحدة الوطنية والتعايش السلمي، في وحدين تتكلموا عن العنف ضد المرأة، وفي وحدين تتكلموا عن الأطفال المشردين. ومحطات المسابقة بعد إرسال النص تم اختيار 12 متأهلين إلى النصف النهائي، 6 من العربية و6 من الفرنسية. بعد ذلك عدلنا نصف النهائي، عدنا 8 في العربية، 4 في الفرنسية، هم الأربعة. كل جهة فيها شابين وفتاتين. جابوا لنا مكونين عالي المستوى، هم منهم ممثلين وشعراء، الشعراء منهم الشيخ نوم، ومكونة في طريقة الكلام، وهذا امرأة اسمها فاتك النجاو، وممثل بابا مين، عدلوا لنا التكوين على طريقة الكلام، وعاونونا على هذا تطوير نصوصنا، قر ما يغيروا فيهم باشي، لا تطورنا نحن شخصيا في التكوين. بعد ذلك خلق النهائيات بقصر البرلمان، الشعور كان زين، وفرحت جدا بنجاحي وبنجاح كل اصدقائي، ولم اعتبره نجاح شخصي، اعتبرته نجاح لجميع المشاركين الذين كانوا معي، ولجميع شباب موريتانيا، لانني شخصيا وقت اللي شاركت في المسابقه ما جيت امثل شريحه معينه من الموريتان، والله جيت امثل شباب موريتانيا باكمله. طبعا مثلت شباب موريتانيا، لاني طبعا واثقه ان كل شاب موريتاني مثقف متعلم، او شابه موريتانيا مثقفه متعلمه تطمح لموريتانيا متوحده ومزدهره ومتعايشه سلميا. وكانت لحظه ليست ككل اللحظات. الوحدة الوطنية فعلين كثير، وبالنسبة لي أنا الوحدة الوطنية هي ركن أساسي لنمو الدولة، والدولة ينميها لا يدا بيد. وطبعا هي الوحدة أساس ازدهار الدولة، يتوحد مجتمعات الدولة تزدهر الدولة وتطور لين تلحق السميقة. وطالع عادة كتب هذا تنمية الذات ككتب الدكتور إبراهيم الفقحي، وكتب علم النفس للدكتور حسني، وكتب شي من كتاب موريتانيين، والشعر عادة. بدنا أشكر الشخص، أشكر الله جل وتعالى الذي أمدني بالقوة لتجاوزي كل مرحلة النهائيات وثقة. وبعد ذلك سأشكر والدي الذين ساندوني ولم يمنعوني من المشاركة، وأشكر المنظمين الذين أعطونا فرصة للمشاركة وإسماع أصواتنا كشباب لوصف موريتانيا التي نريدها. وبعد ذلك سأشكر الجميع الذين أتوا لمساندتي بدون استثناء، وأشكر أيضا الشباب الذين كانوا معي الذين بين في مراحل النهائيات الذين كانوا معي في المسابقة كلهم، وكوننا عائلة واحدة.